مرحبا بكم أصدقائي في عالمنا الممتع والجميل في درس جديد من دروس اللغة العربية. عنوان الدرس تجريد حرف الزاي للصف الأول الابتدائي من الوحدة الثانية، فهيا معي. تعالوا يا صغار نبحث ونكتشف، هيا معي يا صغاري ماذا نرى أمامنا؟ فكروا. نعم، نرى زيتا شهيا رائع، نرى زهرة بيضاء، أحسنتم، نرى زيتونا لذيذا، نرى زرافة طويلة، رائع جدا يا أصدقائي. لقد مرت على مسامعنا كلمات سمعناها يحتوي لفظها على حرف اليوم: زرافة، زهرة، زيتون وزيت. قولوا معي يا أصدقائي افتح افتح يا سمسم حتى نعرف حرف اليوم. نعم، إنه الزاي، هذا هو حرف الزاي، هذا هو حرف الزاي، لونه أحمر، فهيا بنا. ماذا تعرض الشاشة العجيبة يا ترى؟ إنها زرافة تشبه حرف الزاي. محظوظ من فينا يعرف كم هو عظيم بين الأحرف. رددوا معي حرف الزاي يلمع نجما في السماء. أحسنتم يا أصدقائي. سوف نتعلم اليوم كيف نميز حرف الزاي، اسمه وصوته ورسمه لفظا وكتابة، ونستمتع بنطق صوته مع الحركات القصيرة والطويلة والسكون، فهيا معي. هيا بنا نقرأ ونلاحظ الزاي، هيا معي. قال حمد: أنا لا أشاهد التلفاز قبل إنهاء واجباتي. أحسنت يا حمد. لاحظوا معي يا أصدقائي كلمة التلفاز. التلفاز. لاحظوا أيضا الحرف الملون، إنه الزاي، إنه الزاي. هذا هو حرف الزاي، اسمه زاي وصوته ز ز. أحسنتم. نلاحظ أيضا يا أصدقائي أن لحرف الزاي شكلا واحدا فقط. دعونا الآن نكتب حرف الزاي على الرمل المضيء، فهيا معي. نبدأ من الأعلى وننزل بخط منحني، ولا ننسى النقطة العجيبة. رائع جدا يا أصدقائي، جربوا هذا. والآن دعونا نكتبه على اللوح الأبيض. نبدأ من النقطة الحمراء، ننزل باتجاه السطر، ثم بخط منحني أسفل السطر، ولا ننسى النقطة العجيبة. نلاحظ أن لحرف الزاي شكلا واحدا فقط. رائع جدا. والآن جاء دوركم أصدقائي، افتحوا الكتاب المدرسي صفحة 108 وأجيبوا عن التدريب رقم 3، أكتبوا حرف الزاي. رائع جدا. والآن ستساعدنا المصابيح الذكية في معرفة موقع الحرف، فهيا بنا. ماذا نرى أمامنا؟ نعم، نرى زرافة. ترى أين سمعنا صوت حرف الزاي؟ فكروا. نعم يا أصدقائي، في أول الكلمة. دعونا نتأكد، يا ترى أي مصباح سيضيء؟ نعم، المصباح الأول لأنه في أول الكلمة. رائع جدا. نعم، وماذا الآن؟ نعم، نرى غزالة. أين سمعنا صوت حرف الزاي؟ فكروا. في وسط الكلمة، غزال، غزال. يا ترى أي مصباح سيضيء؟ فكروا. نعم، المصباح الثاني
لأنه في وسط الكلمة. رائع جدا. والآن ماذا نرى أمامنا؟ نعم، نرى موزا. طعمه لذيذ. فكروا يا أصدقائي، أين سمعنا صوت حرف الزاي؟ رائع جدا، موز في آخر الكلمة. يا ترى أي مصباح صديق؟ نعم، المصباح الثالث، لأنه في آخر الكلمة. أحسنتم يا أصدقائي. ما هذا؟ إنه مسرح الأصوات، يستضيف حرف الزاي مع الحركات القصيرة والطويلة. فتحة، ضمة، كسرة، ألف، واو، ياء. رائع جداً. والآن يا أصدقائي، دعونا نميز بين الأصوات القصيرة والطويلة لحرف الزاي من خلال حركة الزرافة. فهيا بنا. زاي فتحة ز، زهرة. زاي فتحة ز، ز، زهرة. رائع جدا. الزاي مع مد الألف ز، زاي مد الألف ز، غزال. غزال. رائع جدا. والآن الزاي مع الضمة زو، زاي ضمة زو، زبدة. زاي ضمة زو، زبدة. رائع جدا. زاي مد الواو زو، زو، نزول، نزول. أحسنتم. زاي كسرة زي، زي، زر، زي، زر. رائع جدا. زاي مد الياء زي، جزيرة، جزيرة. أحسنتم. والآن يا أصدقائي، رددوا ورائي. زاي فتحة ز، زاي مد الألف ز، زاي ضمة زو، زاي مد الواو زو، زاي كسرة زي، زاي مد الياء زي، ز، ز، زو، زو، زي، زي. أحسنتم. دعونا الآن نقرأ هذه الكلمة. مزرعة. لاحظوا معي يا أصدقائي الحرف الملون باللون الأحمر، إنه الزاي مع السكون. السكون ليست من الحركات لأنها لا تعطي للحرف صوتا. تحتاج الزاي الساكنة إلى حرف متحرك قبلها كي نلفظ حرف الزاي. حمد وريم في الحديقة يستكشفان. ترى عن أي حرف يبحثان؟ نعم، يبحثان عن حرف الزاي. فهيا معي. لا 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 لا. نعم، هذا هو حرف الزاي. لا لا، هذا هو. لا لا، نعم، هذا هو الزاي. لا 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 لا. نعم، هذا هو الزاي. لا لا، هذا هو. لا، نعم، هذا هو الزاي. لا لا لا، هذا هو. أحسنتم يا أصدقائي. والآن جاء دوركم أصدقائي. افتحوا الكتاب المدرسي صفحة 109 وقوموا بالإجابة عن التدريب رقم 6. ز، ز، زو، زو، زي، زي. رائع جدا. والآن يا أصدقائي، دعونا نصنف الكلمات بحسب نوع المد فيها. فهيا بنا. الكلمة الأولى غزال. غزال. يا ترى ما نوع المد هنا؟ نعم، مد الألف غزال. يم يم يم. تفضلي يا زرافتي. أحسنتي. الكلمة الثانية نزول. نزول. ترى ما نوع المد هنا؟ نعم، مد الواو. أين هي يا ترى؟ نعم، تفضلي يا زرافتي. يم يم يم.
رائع جدا. الكلمة الثالثة جزيرة. جزيرة، ترى ما نوع المد هنا؟ نعم، مد الياء. تفضلي يا زرافتي. نعم نعم. رائع جدا. أحسنتم يا أصدقائي، وبهذا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم، وإلى اللقاء.